السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. النهارده هنكمل بقية الكورس بتاعنا في تعلم قواعد البيانات، في خصوصا حتة الريليشن شيب او العلاقات بين الجداول. العلاقات في الجداول بتبقى كذا نوع. النوع الاولاني وهو الاشهر بنسميه one to many pattern، والنوع الثاني بنسميه many to many relationship. النوع الثالث في ناس بتطلق عليه السوبر تايب او السوبر تايب باترن، اللي هو الوان تو وان ريليشن شيب. والنوع الاخير اللي هو الريفلكس باترن، واللي هو السيلف جوين او علاقه الجدول مع نفسه، يعني جدول بدل ما يكون له علاقه مع جداول تانية زي كل الباترن الباقيه بيبقى له علاقه مع نفسه. حتى هم بيسموها الاليفانت اير اللي هو ودنة الفيل، وانا هشرح لكم ليه سبب التسمية الغريبة ديت يعني، بس هما بيسموها كده يعني. نبدأ من الاول خالص. اول نوع من الريليشن شيب اللي موجود عندنا والباترن الاولاني اللي هو الوان تو ميني باترن. احنا الحلقة اللي فاتت شرحنا حاجة قريبة من كده، او هي كده فعلا، اللي هي ايه علاقة مثلا ب الاوردر زي ما انتم شايفين في الصوره بالاوردر ديتيلز. ماشي، الاوردر بيبقى له سطر واحد لان هو مثلا بيبقى مكتوب فيه تاريخ الاوردر، رقم الاوردر، زي مثلا كده لما تروح تشتري من مطعم مثلا بيتزا انت واصحابك، فتلاقي مثلا ايه الفوق كده في الهيدر بتاعها مثلا تاريخ ورقم، المعلومات دي بتخش مره واحده بس. بينما الديتيلز بتاعت الفاتوره اللي هي عدد بقى الاصناف اللي انتوا اشتريتيها دي ممكن تسميها الاوردر ديتيلز، اللي هي السطور اللي تحت زي بالظبط ما احنا شايفين هنا. هنروح على الداتابيس بتاعتنا اللي احنا مثبتينها اللي هي اوبكس كايت ديت، وخلونا نعمل داتابيس دايجرام نضيف فيه الاوردر والاوردر ديتيلز. نعمل ايه؟ شوف هو عمل لك ريليشن، يعني في ريليشن اساسا فيزيكالي بين الجدولين دول. ماشي، خلينا هنا الاوردر وده الاوردر ديتيل. زي ما انتم شايفين كده علامه البرايمري كي ديت اللي هي المفتاح اللي هو دوت الاوردر اي دي، وعلامه هنا هكبرها لكم شويه كده اللي هي علامه الانفينيتي. طبعا مش العربيات النوع انفينيتي يعني الناس اللي غاويين عربيات، لا، الانفينيتي اللي هي علامه اللا نهايه، يعني هنا ده واحد لكتير. ماشي، سطر واحد من الجدول دوت قصاده سطور كتير من الجدول دوت، الاوردر هنا قصاده الاوردر ديتيل هنا. ماشي، تعالوا كده نشوف نعمل بروبرتيز. ايوه، هنبدا بقى نتفرج على الجدول دوت. ماشي، هنا كده هيقول لك الفورين كي تيبل اللي هو بتاعة العلاقة ديت هو order detail. ماشي، طيب ال foreign key column اللي هو الكولوم اللي متصل بيه هنا foreign key اسمه order id اللي هو ده. ماشي، نرجع تاني للعلاقة. طيب ال primary ال unique key، unique دي يعني فريد، طبعا زي ما اتفقنا ان هو ما بيتكررش. في التيبل، التيبل هو order اللي طالع منه ال primary key. طيب البرايمري يونيك كي كولوم اللي هو الاوردر اي دي، فدوت مربوط بدوت علاقه 1 تو ماني. ماشي، ده مفهوم اول نوع من العلاقات في الجدول بتاعنا، كانك بالظبط هيدر فاتوره والفوتر بتاع الفاتوره ديت. النوع الثاني بقى من العلاقات اللي هو الميني تو ماني ريليشن شيب، ده بالظبط كده انا يعني زي ما الصوره اللي انا رسمها لكم ديت، عندنا اوردر واوردر ديتيل. الاوردر ديتيل دوت بيبقى فيه برودكتس، هي الفكره في ايه؟ في اوردرز كتير او في اوردر واحد. ماشي، وبرودكت واحد، انا عاوزك تتخيلها كده، اوردر واحد، اوردر واحد وبرودكت واحد،
زي مثلا ايه، ارجع للفاتوره اللي انت جايبها من عند عم الحاج بتاع البيتزا، ماشي. الاوردر بتاعك طبعا الهيدر والحاجات دي فاتوره واحده ليها رقم واحد، والاوردر ديتيلز. الاوردر ديتيلز دي في ايتمز، يعني مثلا ايه، في برودكتس موجوده اللي هي اصناف يعني موجوده في الفاتوره، كل صنف متسجل مره واحده بس. فيبقى اذا الفاتوره دي واحده والايتم اللي متسجل عليها دي متسجل مره واحده بس، بس هيتعمل منهم فواتير كتير، يعني هيستخدموا مع بعض كذا مره. اوردر واحد في ديتيلز كتيره، ماشي، اللي هو واخد متكرر فيه البرايمري كي بتاع الاوردر، ومتكرر فيه البرايمري كي بتاع البرودكت، ماشي. دي علاقه بتبقى ميني تو ميني، اوردر تو برودكت ميني تو ميني. تعال نشرحها بشكل اوقع. ادي على برضو على الداتابيس بتاعتنا بتاعه الاوبكسكايت، ادي الاوردر اهوت، وادي الاوردر ديتيل، خلينا نقاد تيبل اللي هو البرودكت كلوز. شايفين الفكره؟ اهو علامه المفتاح موجوده على جدول ايه، الاوردر، علامه المفتاح موجوده على جدول البرودكت اللي هو بيبقى واحد بس، ماشي. وعلامه الانفينيتي موجوده على البرودكت ديتيل. نيجي هنا نشوف العلاقه ديت، هيقول لك اهو الفورين كي بتاعي في الاوردر ديتيل، الفورين كي كولوم برودكت اي دي اهوت، والبرايمري كي اللي هو البرودكت اي دي هنا في البرودكت قصدي، والبرايمري كي اليونيك في الكولوم برودكت اي دي. فاذا عن طريق ايتم واحد ورقم فاتوره واحد، ماشي، تقدر تضيف تعمل علاقه بين دوت ودوت، تجمع فيهم ارقام فواتير كتير فيهم ايتمز كتير. واللي انا بوريه لك ده ديزاين حقيقي لفاتوره للناس اللي هم ناويين يستخدموا البرامج ديت، انهم يصمموا قواعد بيانات بتخدم محلات او مطاعم او تبر. يعني انت ممكن تعمل داتابيز للحاج بتاع البيتزا دوت، تقول له بص بقى فكك بقى من شغل الورق دوت، انا هعمل لك داتابيز. فهو ده الديزاين بتاعه، ده الديزاين فعلا بتاعه، ماشي. الاوردر اي دي هو طبعا طول اليوم عمال يضرب اوردرات ورا بعضها، كل اوردر فيه مجموعه ايتمز. طيب الايتم ده انت مدخله كل اوردر واحد دخل فيه 300 ايتم، لا انت بتدخله مره واحده بس، بس بتضيفه على الفاتوره اللي هي الايه، بتاخد الرقم دوت وبتاخد الاوردر ديتيل دوت في العلاقه اللي هتلاقيها بتتعمل كتير جدا، الميني تو ميني ريليشن شيب. نيجي بقى للسوبر تايب اللي هو السب تايب باترن اللي هو الوان تو وان ريليشن شيب. الوان تو وان ريليشن شيب دي في الاغلب بنعملها لو ايه، لو انت عندك مثلا اديشنال كولومز. انت عملت جدول مثلا الكونتاكتس زي الصوره الموجوده ديت، والكونتاكتس دي فيها منها انواع كتير. عاوز تعمل جدول للامبلويز، عاوز تعمل جدول للكاستمرز، عاوز تعمل جدول للفندرز، عاوز تعمل جدول للسبينرز، بس هما كلهم في النهايه يعتبروا ايه، كونتاكتس، ماشي. فبتعمل جدول كونتاكتس وتعمل كانك عملت له كولومز اضافيه، كانه هي نفس الكولومز بس هي في جدول تاني، كولومز اضافيه، ماشي. بتبدا تضيفها الكولومز الاضافيه ديت في جدول تاني، بتعمل علاقه واحد تو واحد. يعني مثلا ايه، فرضنا ان الكونتاكتس دوت امبلوي، مثلا الامبلوي دوت مثلا هيزيد ايه عن الكونتاكتس، ايه الامبلوي نمبر مثلا، الرات، المفردات الراتب بتاعه مثلا، كل دي كولومز ممكن تحطها في جدول تاني، او الايميل بتاعه، الايميل بتاعه بتاع الشغل، الحاجات دي كولومز زياده. الوان تو وان ريليشن شيب عباره عن كولوم زياده بس، انت بتضيفها للجدول وبتربطه هنا برايمري كي لممكن برايمري كي تاني، او بيبقى برضه فورين كي بس مش بياخد تكرار في الداتا. يعني نيجي هنا ونعمل نيو مثلا، هنقول هنا الكاستمر او الكونتاكت مع السبلاير مثلا، كونتاكت اي دي، كونتاكت اي بالظبط كده. دي هنا
البيز تيبل هو السبلاير ماشي، سوري اليونيك هنا في الكونتاكت، هنا كونتاكت اي دي ماشي، ويروح هنا للكونتاكت دوت وياخد رقم جديد اللي هو السبلاير اي دي ماشي، وكده دي علاقة ان هو بيكمل الداتا بتاعته هنا في الكونتاكت وبيخليه هنا سبلاير كمان يعني، بالإضافة إلى كونه كونتاكت. هي العلاقة الوان تو ميني، الوان تو وان مش بتتشاف كتير ونادرة جدا يعني، ومش مش محبذة أوي يعني استخدامها، بس هي شكلها بيبقى بالظبط كده جدول، وانت عاوز تضيف للجدول دوت كولومز تانية بس يبقى بعلاقة بالجدول الأولاني ماشي، كولومز تانية بس ومش تاخد غير سطر واحد بس منها ماشي. نيجي بقى للريفلكسيف باترن اللي هو سيلف جوين، العلاقة بين كل العلاقات اللي فاتت اللي احنا شرحناها دي حمادة، واللي جاية حمادة تاني خالص، ده مهم جدا يعني. اذا كان الوان تو وان مش مهم فده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لانه علاقه بنفس الجدول بالظبط، عشان كده انا جبت لكم الداتابيز بتاعت الفاميلي عشان نشوف فيها الحوار دوت. تعالوا معايا هنروح على داتابيز فاميلي تيبل، ونروح على بيرسون، ولا خلينا هنا نعمل نيو دايجرام، خلينا نختار البيرسون ماشي كلوز. شايفين صورتها في الداتابيز عامله ازاي؟ عشان كده بيسموها الاليفنت اير، هي شبه ودان الفيل فعلا يعني ماشي. ايه العلاقه ديت بقى، ايه وايه قصتها وايه سر اهميتها؟ انا عندي جدول في علاقه بين في نفس الداتا، عاوز اعمل علاقه بينهم وبين بعض، يعني مثلا ايه، في بيرسونز اشخاص، بيرسون اي دي ولاست نيم وفيرست نيم واللقب تقريبا والميدل نيم والنوع. طيب انا عاوز اعرف ابوه وامه من نفس الجدول، طبعا الموضوع ده له استخدام اقرب في الناس اللي هم المحاسبين، لو معانا ناس محاسبين بيتابعونا، القيود اليوميه وازاي بتحطها تحت بعض، يعني بتعمل الهيراركي بتاعتك او التسلسل بتاعك بيبقى على جدول زي كده بالظبط، مش ان هو اسهل حاجه تضيف فيها حاجه وبعدين تربطها بحاجات تانية ماشي. فخلينا نشوف العلاقه ديت كده، نعمل بروبرتيز ونشوف ديت علاقه ايه. دي هنا بص، المذر اي دي بالبيرسون اي دي، يعني هو رابط البيرسون اي دي دوت بالمذر اي دي عشان يعرف الشخص ده مين ابوه ومين امه ومين جده ومين جدته. بنفس الطريقه دي بنرجع لورا نعرف مين الجد والجده لحد شجره العيله كلها. الداتا بيز دي شجره عيله اللي انا بوريها لكم ديت ماشي. ده المذر اي دي، وده يبقى اكيد ده الفاذر ريليشن شيب اهوت، ده الفاذر اي دي ماشي، اللي هو بيتربط برضو بالبيرسونال اي دي ماشي. العيله كلها مربوطين في بعض. تعالوا نشرح بشكل على داتا، سيلكت توب الف روز، شايفين ده شكله جد عشان مفيش اب وام، نل نل. ده اللي هو اسمه كامبل، كاميرون كامبل ماشي. ده الفازر اي دي بتاعه 26 والمذر اي دي بتاعته 32. طيب الفازر اي دي بتاعه 26، شوف 26 اهو، يبقى ابوه ريتشارد كامبل. طب المذر 32، لو عايزين نعرف الام 32 اهيت، لا فين 32؟ مش شايف 31 اهيت، اليزابيث كامبل. فاذا احنا نقدر، طبعا هم نال، لكن هم لو ليهم اباء بقى هتلاقي برضو محطوط الرقم والحاجات بتاعتهم. ف قدرنا نعرف من واحد، من جدول واحد بس، جدول واحد بس، الاب بيانات ليها علاقه بالرو دوت عن طريق يعني اثنين برضو في نفس الجدول. ودي تيجي من هنا اهميه السيلف جوين انترفيس او السيلف جوين ريليشن شيب. لو حد عنده اسئله يا ريت يسيبها في الديسكريبشن بوكس، يعني اتمنى تكونش الحلقه صعبه عليكم قوي يعني، ما انا شرحت في استفاضه. يا ريت اللي عنده اي استفسار او مش فاهم اي حاجه يسيب سؤاله في الكومنتس بوكس تحت، محدش يبعت لي على الخاص، انا ما بقراش الرسائل اللي بتجيلي على الخاص. في ناس كتير بعتوا لي على الخاص، يشوف الفيديو ويكسف يكتب في الديسكريبشن بوكس ويبعت لي على الخاص
يعني ما انا مش هرد على القصر، بيجي لي ايميلات كتير مش هرد مستحيل، لكن الديسكريبشن بوكس لو كتبت سؤالك هيتم الرد عليه على طول. وكمان اللي بيرد بيشارك معايا باستمرار بيكون له اولوية الرد على عكس اللي ما بيشاركش معايا. ماشي. انا القاكم مجددا لكم مني كل التحيات، كان معكم مبرمج احمد محمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.